بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سعيد بأن ألتقيكم من جديد في هذه المحاضرة التفاعلية في إطار مادة النظم الدستورية المقارنة. ومرة أخرى أرجع إلى تدقيق المفاهيم التي عادة ما تطرح إشكال بالنسبة للطالب في الإجابة على سؤال الامتحان. واليوم أدقق معكم هذا المقصود بثنائية الجهاز التنفيذي في النظم البرلمانية. لأن لاحظ أول محاضرة قلنا بأننا ندرس النظام البريطاني كنموذج للنظم البرلمانية. لدينا نظم برلمانية خصوصا في الدول الديمقراطية، لدينا نظم برلمانية في إسبانيا، في إيطاليا، في بلجيكا، في ألمانيا، في إيطاليا، ولكن يعني ندرس النظام البرلماني من خلال التجربة السياسية البريطانية لاعتبارات عدة كنا قد وقفنا عليها في محاضرة سابقة، ولكن الآن هذا ليس موضوع نقاشنا الآن. الآن نحن الآن نقول طبيعة ثنائية أو ثنائية الجهاز التنفيذي، لاحظ ثنائية الجهاز التنفيذي في النظم البرلمانية. إذا وقفنا في إطار النظم البرلمانية في العديد من الدول كما أوردت الآن، وتحديدا في التجربة البريطانية، نجد بأن لدينا أول ميزة هي ثنائية الجهاز التنفيذي. لاحظ هذا مقوم أساسي على مستوى تنظيم المؤسسة السلطة، وقد أوردت ذلك في إطار حديثي على ما يسمى بالتنظيم المؤسسة للسلطة في النظام السياسي البريطاني. إذا لدينا ثنائية تطبع الجهاز التنفيذي، ثنائية الجهاز التنفيذي، أعيد وأكرر، ثنائية الجهاز التنفيذي، بحيث نجد جهازين اثنين يعني مكونين لهذا الجهاز التنفيذي. لذا قلنا ثنائي الجهاز التنفيذي، نجد في جهة رئاسة الدولة، رئيس الدولة، من الأفضل نقول رئاسة الدولة، مؤسسة رئاسة الدولة، ونجد في الجهة الأخرى مؤسسة الحكومة ومؤسسة رئاسة الحكومة. إذا بالتالي لاحظوا رئاسة الدولة في جهة ورئاسة الحكومة. إذا بالتالي لاحظوا هنا رئاسة الدولة، هنا رئاسة الحكومة، بالتالي لدينا ثنائية الجهاز التنفيذي. إذا كنت أطرح أسئلة في السنوات التي مضت، أقول مثلا حلل وناقش طبيعة الجهاز التنفيذي في النظام السياسي البريطاني، أو أطرح مثلا حلل وناقش طبيعة الجهاز التنفيذي في النظام السياسي البريطاني مقارنة بالنظام السياسي المغربي، أو حلل وناقش طبيعة الجهاز التنفيذي في النظام السياسي المغربي مقارنة بالنظام السياسي البريطاني. هذه السنة لم ندرس النظام السياسي المغربي، إذا هذا نضعه جانبا ونركز الآن على النظام السياسي البريطاني كنموذج للنظم البرلمانية، والنظام السياسي الأمريكي كنموذج للنظم الرئاسية. إذا نظام الاثنين هما موضوع يعني محاضرة هذه السنة بكل احترام. إذا دعونا الآن نركز على النظام السياسي البريطاني كنموذج للنظم البرلمانية. قلنا بأن أول ميزة هي على مستوى تنظيم السلطة هي ثنائية الجهاز التنفيذي. إذا عندما أطرح سؤال ما هي طبيعة الجهاز التنفيذي، فمعنى ذلك أوتوماتيكيا يعني بشكل مباشر أخذ وأفكر ما هي طبيعة العلاقة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، ونناقش ذلك من خلال معطيين اثنين كنا قد يعني وقفنا عليهما في المحاضرة السابقة، هي عنصر استقلالية العضوية كمدخل للتحليل، وعنصر استقلالية الوظيفية كمدخل للتحليل. إذا مدخلين اثنين، الاستقلالية العضوية والاستقلالية الوظيفية. إذا هل هناك استقلالية عضوية للحكومة ولرئاسة الحكومة في علاقتها برئاسة الدولة؟ لاحظ هذا هو السؤال الأول. لأن ماذا نبحث؟ نبحث طبيعة الثنائية المجلسية، يعني طبيعة العلاقة، عفوا نبحث طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي، عفوا أكرر، نبحث طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي في النظام السياسي البريطاني كنموذج للنظم البرلمانية. إذا بالتالي فنحن نبحث طبيعة العلاقة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة. إذا بحثنا لطبيعة العلاقة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة يدفعنا إلى بحث ذلك على مستويين، على مستوى الاستقلالية العضوية، يعني ما هي طبيعة العلاقة بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، أو الحكومة ورئاسة الحكومة من جهة. إذا بالتالي
فإما نقول بأن هذه طبيعة العلاقة تحكمها استقلالية عضوية، يعني استقلالية عضوية للحكومة أمام رئيس الدولة، يعني استقلالية للحكومة ولرئيس الحكومة أمام رئيس الدولة، استقلالية عضوية. وإما أن نقول بأنها الحكومة لا تتمتع باستقلالية عضوية، إذا الحكومة ورئيس الحكومة لا تتمتع باستقلالية عضوية. إذا نطرح السؤال هنا، الإجابة في إطار نظام السياسة البريطاني، قلنا بأنه في إطار نظام البرلمان البريطاني كنظام برلماني أحادي، يعني كان نظام برلماني ثنائي، كان هذا من التاريخ، كان نظام برلماني ثنائي، الآن فهو نظام برلماني أحادي، ريجيم بارلمونتير مونيست، رئيس أو الحكومة ورئيس الحكومة يتمتع باستقلالية، يتمتعان باستقلالية عضوية تجاه رئيس الدولة. ما هي الاستقلالية العضوية؟ هو أن رئيس الدولة، يعني الملك في بريطانيا بصفته هو رئيس الدولة، الملك في بريطانيا الملكة إليزابيث الآن حتى أجسد الأمر جيدا لا تملك سلطة القرار في تعيين الحكومة ولا في تعيين الوزير الأول في بريطانيا. إذا لدينا رئاسة الحكومة في بريطانيا مجسدة في الوزير الأول. إذا والحكومة هي حكومة، يعني الحكومة مفهوم موسع ولكن هنا نقصد الكابينت. إذا بالتالي فالحكومة والوزير الأول في بريطانيا يتمتع باستقلالية عضوية. كيف؟ هو أنه مجرد أن تكون انتخابات مجلس العموم تفرز أغلبية برلمانية، يتم زعيم الحزب الأغلبي سواء الحزب المحافظين أو الحزب العمال هو الذي يصبح وزيرا أول. إذا زعيم الحزب الأغلبي بصفته زعيم الحزب الأغلبي وبصفته عضوا في مجلس العموم يصبح وزيرا أول. إذا بالتالي فحتى هذا التعيين الملكي للوزير الأول في منصب الوزير الأول ليس إلا شكلية من الشكليات، هذا هو ما معناه يسود ولا يحكم، الملك يسود ولا يحكم، أن لا يملك سلطة القرار أن يرفض أو أن يعني يعين الوزير الأول. هذا قلنا بأن التنصيب ليس تنصيبا من طرف رئيس الدولة، هو تنصيب برلماني، الحكومة تنصب من طرف البرلمان فقط لأن مسؤولة أمام البرلمان وتحديد مجلس العموم فقط. إذا بالتالي لاحظوا فالرئيس الدولة لا يعين الوزير الأول كسلطة فعلية ولا يعين الحكومة كسلطة فعلية، بل هنا هذا التعيين هو شكلية من الشكليات، كأن قلنا بأن هذه صلاحية تاريخية يسود من خلال الملك ولا يحكم لأنه لا يملك سلطة القرار. ولا يملك الملك في بريطانيا بصفته رئيس الدولة لا يملك الحق في إقالة الحكومة أو في إعفاء وزير أو في إعفاء الحكومة هكذا. إذا بالتالي فهو لا ينهي عمر الحكومة سياسيا. إذا بالتالي فهنا معنى أن الحكومة ورئيس الحكومة يعني الوزير الأول مستقلين عضويا عن رئيس الدولة، لأن الحكومة تنبثق عن البرلمان، الحكومة تنبثق عن البرلمان، فهي مرتبطة عضويا بمؤسسة البرلمان وبالتحديد بمجلس العموم. إذا بالتالي رجاء معنى أن هناك استقلالية عضوية للحكومة وللوزير الأول في بريطانيا تجاه رئيس الدولة. إذا بالتالي فالحكومة والوزير الأول في بريطانيا مستقلين عضويا عن الملك. إذا هذا جانب أول يؤكد بأنه يعني هذه الثنائية المجلسية، ثنائية الجهاز التنفيذي، أقصد ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا فهي موسومة بوجود مؤسستي رئاسة الدولة والحكومة ورئيس الحكومة، إذا مؤسسة الدولة هنا والحكومة ورئيس الحكومة هنا في جهة ثانية، وبالتالي فالعلاقة بينهما علاقة استقلالية عضوية. ثم على مستوى العلاقة الوظيفية، فالحكومة والوزير الأول يعني يمارسان بشكل كلي ومطلق السلطة التنفيذية. إذا السلطة التنفيذية كل السلطة التنفيذية تمارس من طرف الحكومة ومن طرف الوزير الأول تحديدا، لأن الحكومة الوزير الأول له حضور سياسي قوي في بريطانيا، وبالتالي فهو كما قلت في محاضرات سابقة ينعت بالملك المنتخب، لأنه كأنه هو بالفعل كأنه هو رئيس الدولة الفعلي بطبيعة الحال دستوريا، يعني ما أقول دستوريا يعني من حيث يعني الدستور العرفي البريطاني الرئيس الدولة هو الملك، ولكن فعليا من الذي يمارس السلطة التنفيذية كل السلطة التنفيذية هو الوزير الأول. إذا بالتالي لاحظوا فوظيفيا رئيس الدولة لا يمارس، يعني الملك
بصفته رئيس دولة لا يمارس السلطة التنفيذية، وبالتالي فهو يسود ولا يحكم. كل تلك السلطات التي لرئيس الدولة، فقلت لكم في محاضرة سابقة، فهي صلاحيات يعني لا يملك من خلالها رئيس الدولة سلطة القرار الفعلي، بل سلطة القرار الفعلي في المجال التنفيذي فهي للوزير الأول، لأنه انتخب لكي يعني يطبق برنامجه الانتخابي. إذا ذلك البرنامج الانتخابي كما قلت يتميز بقدسية، وأصبح برنامجا يعني حكوميا. البرنامج الانتخابي يصبح برنامج حكومي له قدسيته، ويعني سيحاسب عليه بعد 5 سنوات من طرف الناخب البريطاني. لذا بالتالي فهو الذي يمارس السلطة التنفيذية، كل السلطة التنفيذية. وبالتالي فالوزير الأول مستقل وظيفيا مع حكومته في ممارسة السلطة التنفيذية. إذا بالتالي خلاصة الأمر هو أن الحكومة والوزير الأول في بريطانيا مستقلين عضويا ووظيفيا عن رئيس الدولة. وبالتالي فالنتيجة التي نصل إليها في إطار الإجابة على السؤال ما هي طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا، لاحظ أقول ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا، نقول بأن ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا لا تعكس ثنائية للسلطة التنفيذية. إذا ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا لا تعكس، لا تجسد ثنائية للسلطة التنفيذية. لماذا لا تعكس ثنائية السلطة التنفيذية؟ لأن السلطة التنفيذية، كل السلطة التنفيذية تمارس من طرف الحكومة ومن طرف الوزير الأول بصفته رئيسا لهذه الحكومة. الحكومة مسؤولة يعني بشكل كوليجي تضامنيا أمام البرلمان فقط. إذا بالتالي فهي مستقلة عضويا ووظيفيا عن رئيس الدولة. وهذا يعني لاحظوا في كل مرة أعطيكم مدخل للتحليل، ولكن النتيجة واحدة، هو أن النظام السياسي في بريطانيا هو نظام سياسي برلماني أحادي، فيه مسؤولية سياسية واحدة أحادية، هي مسؤولية الحكومة ورئيس الحكومة أمام مجلس العموم، يعني أمام مجلس العموم، لأنها الحكومة انبثقت عن مجلس العموم وهي مرتبطة عضويا وظيفيا بمجلس العموم. وقد شرحت ذلك لماذا هذا الأمر، لأن فيه عوامل كثيرة جدا تحكمت في ذلك. ولكن ما يهمني هو أن الملك يسود ولا يحكم، إذا رئيس الدولة فشرفي. إذا آمل أن أكون قد وفقت في يعني تقريبكم من طبيعة، لاحظ هذه المرة السؤال هو طبيعة ثنائية المجد، عفوا طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا، طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي في بريطانيا بصفته نظاما برلمانيا. هناك سؤال مرتبط بهذا بالنسبة للنظام السياسي الأمريكي، رجاء أنا سأجيب في إطار حلقات عن النظام السياسي الأمريكي، ولكن في النظام السياسي الأمريكي ليس لدينا كنظام رئاسي، النظام السياسي الرئاسي الأمريكي ليس لدينا مفهوم الحكومة، ليس لدينا حكومة، لدينا ما يمكن أن نسميه فريق عمل، فريق عمل مشكل من كتاب دولة، كاتب دولة في العدل، كاتب دولة في الدفاع، كاتب دولة في الخارجية. هؤلاء طاقم تنفيذي بمساعد لرئيس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، يعني بايدن الآن بصفته رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس الاتحاد الفيدرالي الأمريكي، رئيس منتخب باقتراع العام، ولكن باقتراع غير مباشر، عفوا باقتراع غير مباشر عن طريق الناخب الكبير، هذا سنراه إن شاء الله. إذا بالتالي فهو رئيس منتخب، وبالتالي فهو يمارس السلطة التنفيذية، كل السلطة التنفيذية بفريق عمله هذا. إذا بالتالي ليس لدينا حكومة بالمفهوم في النظام البريطاني، إذا بالتالي فليس لدينا انبثاق للحكومة من البرلمان. إذا الكونغرس الأمريكي لا تنبثق من الحكومة، لأن هناك استقلالية للجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي عضويا ووظيفيا كما سنرى. هناك علاقة تأثير متبادل فيما بين هاد يعني الجهازين الرئيسيين، يعني جهاز رئاسة الاتحاد الفيدرالي يعني رئاسة الدولة، وبين الكونغرس بمجلسيه، يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، هذا في النظام السياسي البريطاني، في النظام السياسي عفوا الأمريكي. ولكن ليس لدينا حكومة، وليس لدينا انبثاق الحكومة على البرلمان، لأن الأمر لا يتعلق بنظام برلماني، الأمر يتعلق بنظام رئاسي أمريكي له مواصفات أخرى وله ميكانيزمات اشتغال أخرى، وهذا ما سنعمد إن شاء الله إلى بيانه يعني لاحقا إن شاء الله. إذا بالتالي فهذا اليوم
خصصته في إطار مداخلة التدقيق في ثنائية الجهاز التنفيذي في النظم البرلمانية، وهذا ستجدونه في إسبانيا، ستجدونه في إيطاليا، ستجدونه في ألمانيا. إذا بالتالي كأن أعطيكم غريد أناليز، واحد شبكة تحليل. هكذا أول شيء يبغى أن تلاحظه هو أنه في النظم البرلمانية لدينا ثنائية الجهاز التنفيذي، هذا هو الوضع يعني الأصلي. ما هي طبيعة الثنائية ما هي طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي عفوا؟ إذا أول شيء هو طبيعة ثنائية الجهاز التنفيذي، ما هي طبيعتها؟ هذا ينبغي أن تبحث في ميكانيزمات اشتغال النظام. اليوم أعطيتكم مثال للنظام السياسي البريطاني كنموذج للنظم البرلمانية. الآن ربما ستكون لدينا يعني حلقات أخرى ربما في نظم برلمانية أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.